سخرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بشلف كافة الوسائل المادية والبشرية من فرق إقليمية، فصائل الأمن والتدخل والثنائي السينوتقني للقيام بمداهمات ليلية بإقليم الاختصاص للحد من نشاط هذه العصابات وكذا تجار الممنوعات. خلال هذه المداهمات يقوم أفراد الدرك الوطني بعملية تحسيسية وتوعوية على مستوى الأحياء بمخاطر الانتماء للعصابات الأحياء من جهة، استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في نشر أعمال هذه الجماعات والإشادة بها من جهة أخرى.